موجود يوتيوب بأدق التفاصيل، لا تعذبي حالك. تعملي سبسكرايب وإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس. وصلت لك دعاية ما تعملي تخطي. لا لا مستحيل طبعا. لو ساعة كاملة لازم أشوف. إيه هلأ لا تنسون تعالي. نحن ذكرنا إنه عندي حدبتين دهليزيات وحدبتين حنكيات. الدهليزيات إن التنتين قد بعض تقريبا. طيب هي بقسمها بالنص. بعتبر هاي ضاحك وهي ضاحك، وبرسم هذا المثلث تبع الضاحك حدب بزروة وبقص لجوا لعند الميزاب المركزي مو للأخير. نفس الشيء هون كمان ضاحك، يعني ضاحك جنبه يعتبر بهذا الشكل. بتحبوا نكفي هذا السطح لنخلصه ونبلش اللي بعده، بتحبوا نبلش باللي بعده فورا؟ كيف؟ طيب هلا هذا الضاحك مو له منحدرين ذكرنا نحن، كل حدبه هي بتشبه الناب تقريبا له منحدرين، فبساوي انا المنحدرين.